السفيرة صارت آمنة بامتياز بفضل شجاعة وبسالة جيشنا العربي السوري الذي ضرب معاقل الإرهاب فيها وأعادها إلى حضن الوطن. وها هو الجيش الخدمي يدخل اليوم السفيرة لإعادة تأهيل كافة المرافق الخدمية إليها بعد أن دمرت وخربت من جراء تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث ترأس هناك محافظ حلب محمد وحيد عقاد وحضور قائد الشرطة اجتماعا لمدراء الدوائر الخدمية المعنية لبحث سبل إعادة هذه المرافق لتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه. قمنا بتوصيف واقع الأضرار في المرحلة الأولى وتصوير بعض النقاط الرئيسية بما فيها محطة التحويل، وسوف تقوم ورشات اعتبارا من الغد بالحضور إلى هنا لتأمين التغذية الكهربائية تباعا لتأمين الخدمات الرئيسية لإخوتنا المواطنين للمبادرة والعودة إلى المدينة لتعود الحياة بشكل طبيعي ولنعيش مرة أخرى في نعمة الأمن والأمان التي كان يعيشها القطر العربي السوري. نقوم كمؤسسة مياه بتقييم واقع المياه، مياه الشرب في مدينة السفيرة لإعادة تأهيل ما تم تخريبه وتدميره وتأمين مياه الشرب لكافة المواطنين وأخوتنا في مدينة السفيرة بالسرعة الكلية. مركز هاتف السفيرة كما ترون وتشاهدون آثار التخريب عليه من قبل العصابات الإرهابية المسلحة بعد أن تم تخريب المقسم الإلكتروني بالكامل والتجهيزات الضوئية والميكروية، ومن الصباح غدا سنقوم بتقديم ما أمكن لدينا وسنطلب تجهيزات حديثة بديلة عن تجهيزات الميكروية والضوئية للمقسم الإلكتروني في مركز هاتف السفيرة. طبعا نحن فيما يخص عملنا كخدمات فنية قمنا بإجراء مسح أولي على الأبنية المدرسية والمجمع التربوي وبعض الأبنية الحكومية التي تطالها التدمير بشكل فظيع. ورشاتنا وكادرنا الفني اعتبارا من يوم الغد سيكون مقيم في مدينة السفيرة، وخلال أقرب فترة سيكون جميع الأبنية الحكومية والمدرسية جاهزة إن شاء الله لاستثمارها بشكل فعلي من قبل أهلنا في مدينة السفيرة. إذن هو الجيش السوري الخدمي لإعادة تأهيل كافة الخدمات لمنطقة السفيرة بعد أن طهرت من دنس الإرهاب، والفضل يعود دائما لبواسل جيشنا العربي السوري. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، السفيرة، ريف حلب.